اهلا بيكم في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا. النهارده زي كل يوم في بيوتنا كلنا المصريه، طالما احنا خلاص العيد قرب يبقى بنعمل كحك بسكويت بتيفور غريبه. النهارده ريحه الغريبه هتطلع من البيت من عندي، ان شاء الله هتعجبكم من مطبخ روايح من بلدنا. تعالوا شاركوني وصفتي علشان نلقط صوره لليوم الجميل ده. تعالوا اقول لكم المقادير. عندي 4 كوبايات دقيق، كوباية وربع سمنة، نص كوباية سكر، وهي دي مقادير الغريبة. ما عندناش أي حاجة تانية بتتحط فيها. أجيب الفخارة الجميلة بتاعتي، وهجيب طبق أحطه عشان أعاير فيه الدقيق. ولا أقول لكم، أنا ممكن، أنا كنت عايزة أعاير الدقيق عشان لما أعاير السمنة ما بهدلش الدنيا، بس انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعاير السمنه بدي واخلي ديت للدقيق، دي نص دي نص. انا هاخد كوبايه وربع سمنه، مش زبده يا جماعه، الغريبه سمنه بيضه، بصوا سمنه بلدي بيضه، ادي كده نص كوبايه. وادي كده اهو نص كوبايه. بصوا السمنه تبقى بتتغرف معانا، ما تبقاش سايحه ولا جامده متلجه. وهاخد ربع، هي النص كان معلقتين كبار، يبقى الربع معلقه. يبقى انا كده عندي ايه؟ كوبايه وربع سمنه. يلا مش هنحط فيك حاجه، وهتفضل نضيف، الطبق هيفضل نضيف ومش هيزعل مننا. احنا اللي بنزعل لما بنعمل حاجات كتير نوسخها ونحطها في الحوض. هشيل الطبق عشان ما يتوسخش. بس ده السكر، ده نص كوبايه سكر. ايه ده؟ معلش، دي حوادث المطبخ العاديه. نبدأ بقى نضرب، وانزل بالسكر وانا بضرب. عارفين الغريبة تلات ارباع عمايلها ونجاحها هو ضرب الزبدة بالسكر، والسكر لازم يكون ناعم جدا ومنخول. هنفضل نضرب نضرب نضرب، يعني كنا زمان نفضل نضرب وندعك بايدينا. المضرب الحمد لله حللنا المشكلة، ما نستخسرش 10 دقايق 12 دقيقة ضرب، مش كتير. بصوا بقت زي الكريمه ازاي. بس برفع المضرب سنه واضرب عشان انزل اللي فيه، عشان اعرف بس احط الدقيق ويختلط ببعض. هحط بقى اول كوبايه دقيق، اول وتاني كوبايه دولت امام، وبعد كده الرابعة دي اللي بنحطها بالراحة ونشوف الدنيا هتبقى شكلها ايه. طبعا ما يكونش عندكم اي امل في الصيف ان الغريبة هتسيب من ايديكم. احنا هنسلك منها ايدينا ونغسل ايدينا كويس بمية ساقعة ونجربها، لو لقيناها وهي ايدينا ساقعة قوي مشيت معانا يبقى كده الغريبة خلاص تمام، ونحطها في التلاجة وبعد شوية نشكلها. انما ما يكونش عندكم امل انها هتلم معاكم. ادي كده دي الكوباية التانية. هبدأ بقى ألفهم كده هوت مع الزبدة، وهضرب على سرعة بطيئة.
اخد الكوبايه الثالثه. انا دايما اتلخبط في العد وابقى خايفه اقول هو انا عديت اتنين ولا عديت تلاته. يلا عدوا معايا، دي الكوبايه الكام؟ دي الكوبايه الثالثه، احطها وهجهز الكوبايه الرابعه، بس هحطها بقى بالتدريج. انا عايزه بس اشيل دي من هنا. هبدأ برضو اضرب ضربة خفيفة. هشيل بقى المضرب والغريبة، يعني دعك، يعني نشمر كده ونفضل ايه بقى ندعك بايدينا. كل ما دعكناها حلو كل ما طلعت غريبه بتدوب في البق. وخلوا بالكم نص كوبايه السكر ده مش قليل، الكتير هو اللي بينشفها وبينفشها. يعني الغريبه حلاوتها كده ان احنا نحس فيها بطعم السمنه البلدي، مش ان احنا نحس بسكر كتير فيها. هبدا احط الكوبايه الرابعه. بصوا بدأت إلى حد ما تلم، بس هو لمها كده مش كل القصة. يعني هي كده أنا خلاص عرفت إنها بتلم وحلوة معايا، بس المفروض بقى أفضل أعجن فيها يعني مدة كبيرة، ما تقلش عن إيه، ما تقلش عن 10 دقايق عجن عشان تطلع معايا حلوة وتطلع ناعمة وبتدوب في البق. الغريبة ممكن اتنين يعملوها بنفس المقادير، واحدة غريبتها تطلع ناعمة وبتدوب في البق، وواحدة تانية تطلع غريبتها بتقطم ناشفة عشان هي بتحب الدعك. انا عندي مش هتاخد الكوباية الرابعة، يعني يدوبك الحبة اللي انا حطيتهم يلموها دول بس. في الاول على فكرة بتبقى سايبة ممكن من ايدينا شوية. بصوا اول ما بتبدأ تلم وتبقى خلاص ظبطت بالدقيق، ممكن بصوا الاقي ايدي نظيفة من كتر الدعك بقى، بتسخن وايدي بتسخن بتبدأ تلزق. فلو لزقت في ايديا ما اقولش ايه ده، لا دي لزقت تاني احط لها. اوعوا تغلطوا الغلطه دي خصوصا في الصيف، يعني كتير قوي ناس الغريبه في الصيف بالذات تطلع منهم ناشفه. ليه؟ عشان ايدهم بتسخن جدا والجو حر والسمنه بتسخن في ايديهم، فالعجينه تلزق فيقوموا مزودينها دقيق، وده غلط. اعجنوا على قد ما تقدروا، ما تستخسروش في الغريبه، هتطلع احلى غريبه، هتطلع ناعمه وجميله. بصوا بقى اهو انا عجنتها، بصوا كانت في الاول مش لازقه في ايدي ودلوقتي بدات تلزق في ايديا. انا كل اللي بعمله ان انا بجيب معلقه كده وبسلك اللي في ايدي وانزله واغسل ايديا واحط الغريبه متغطيه في التلاجة شويه عشان اعرف اشكلها. امسح ايدي كويس الاول وبعدين اجيب حاجه انضف المكان عشان نشتغل والدنيا نظيفه حوالينا. الغريبه بقى عارفين ممكن لو احنا مشغولين نصحى من النوم الصبح مثلا نعجنها ونظبطها ونحطها في الثلاجه، وقت ما نفضى يا رب حتى تبات يوم بنطلعها من الثلاجه تفك سنه ونقدر نشكلها ونشتغل بيها. بصوا بقى هاخد الغريبة ادعكها كويس كده براحة ايدي وبرميها كده زي الكورة، ما بجيش ناحيتها، واحاول الكور كلها تكون قد بعض. اهو هوريكم بقى هنحط فيها لوزاية، واحدة شوكولاتة اللي هي الحلويات المسكرة ديت، اي حاجة من الحاجات دي، اي حاجة بتحبوها. يعني انا هنا ممكن احط ايه، واحدة فيها فستقاية، واحدة احط فيها حلويات مسكرة، واحدة ممكن اكورها كده واحطها هنا كده وابططها واطلعها واحطها هنا كده اهو.
هسيبكم واطلع فاصل صغير وارجع لكم تاني، استنوني.